اي نورمالمون اللي صار اليوم ما يصيرش على الغالب، معناها تلعب دومي فينال تعرف تحب تفرح جمهورك، تقبل بونتو في 30 سكوند ولا 40 سكوند، على الغالب هذيك هي الكوره كاهو ان شاء الله المره الجايه هذاك هذاك واحد الشكل. كيسكي في لا ديفيرونس اليوم هاتف معناها؟ والله شوف ما نحكيوش على شنو صار شنو اللي صار وشنو ما صارش، على خاطر اليوم ديجا جيت الجمعيه تكور معناها ما شاء الله، حتى معناها كي قبلنا بونتو ما هبطناش يدينا وقعدنا نكملوا للاخر، ديجا شفت حتى 90 دقيقه حابين نعدلوا، على الغالب هذيك احكام الكوره ماتش كوب هذيك هي. طلبت شونجمون عاطف على خاطر حسيت روحك ما عادش تنجم تكمل معناتها؟ لا لا مش حكايه مش شويه تشنج مع اصحابك. لا مش حكايه تشنج، عادي عادي في العائلات هذيك حاجه بيني انا واصحابي ما نحكيهاش، حتى كان صارت حكايه بيني انا واصحابي ان شاء الله نطلب منهم السماح، نطلب من السماح من جمهور البقليه. سنين نعرفوا اللي فما كويزيون بيناتكم في الملعبيه في الجروب نتاع الستاد، تعيشوا كالاخوات وكل الجو هذاك، اليوم حسينا من سيغتين تونسيون خاصه بعد البونتو الاولاني، اسكو انتوما كديفونسورات حملتوا المسؤوليه العاطف الدخيلي ديجا في البونتو الاول في البونتو الثاني، شفناه ديجا حتى طلب شونجمون ومن بعد مشى له توج في وسط الماتش، معناتها كيفاش عشتوا هالكالفير هذايا دوموا في الشوط الاولاني؟ شوف تعرف فما سيام فما ملعبيه يعني يخرج من التونسيون نتاعو. اليوم يعني عاطف تخرج شويه من التونسيون نتاعو عاديه، يعني صار بيناتهم مالونتوندو بين توج وبين عاطف عاديه تصير، نحن كوزين انترن الحاجه باهيه، نحن في استاد الجروب باهي مع بعضنا نحبوا بعضنا، يعني عادي في الكوره فيها الاغلاط، فيها نجم نغلط انا اليوم، نجم يغلط هيثم بجويني، نجم يغلط كريم العواضي، هذه الكوره ما هذه ما 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 ينحيش على صحبتنا ولا حبنا لبعضنا. اليوم خسرنا مباراه اللي نتعلموا منها، يعني ترجي الحقيقه فريق كبير صحيح لعبنا في فريق كبير، ما كنا نجمو نخرجوا بالترشح اليوم. مش عاطف يتحمل معناتها الفشل في التاهل اليوم؟ اكيد اكيد ليه اكيد، كنا فريق كل اليوم الحقيقه معناها اللي عملناه كيما قلت لك خايب، عادي كيما قلت لك نجم نغلط انا، نجم يغلط عاطف، نجم يغلط توج، ما نحملوا حتى مسؤوليه لحتى حد، هذه الكره فيها الاغلاط فيها ربح وخسر، اليوم عاطف منعنا 5000 مره، اليوم معنا عادي واحد يمشي يغلط وانا كيف زاد نغلط عادي، هذه الكره وكيما قلت لك نقعد اخوات واصحاب وهذيك الكره. انت نتاع الماتش كنت نحكي مع سيلي تو قال لي ما عملناش انتان باهي، شنو رايك؟ صحيح احنا كنا الحقيقه كنا عارفين نسبرونس باش يدخلوا يعملوا انتان باهي، سجلنا لنا هدف الحقيقه في كيما نقولوا في باتا. جي الرادس لهنا تغلط غلط كيما هكا ماكش تخرج رابح. فريق اليوم صحيح عملنا فولوم دو جو باهي بالخاص البريمير ميتون، مي الاغلاط اللي تثبت لنا في الاهداف الحقيقه المراجعه، خاطر اليوم ما تنجمش كيما قلت لك في رادس تغلط ثلاثه غلطات، يعني الترجي ما عملش فولوم دو جو كبير، يعني لعبت على غلطنا ثلاثه فرص ما نقولوش فرص هما مخالفه وتزيدها من بعيد، يعني مش فرص. اليوم الحقيقه اليوم الاغلاط اللي حاسب كيما نقولوا بي كاش، ومباراة تاع اليوم الحقيقة اليوم شفنا فريق الحقيقة أنا عجبني الرياكسيون تاع اللاعبية، مي نحن غلطنا نبنيو عليه الملعب التونسي فريق باهي، وزاد لي زابسونس لهيثم وسند وكريم، يعني الحقيقة عندهم وزنهم في الفريق، اليوم نبنيو عليه المباراة هذايا إن شاء الله العام الجاي استاد خير إن شاء الله.